استقبل مطار القاهرة الدولي أول فوج سياحي صيني قادم إلى مصر منذ 3 أعوام ليكون هو الأول منذ جائحة كورونا. هذا وقد قام مطار القاهرة الدولي بتجهيز استقبال خاص للفوج السياحي تضمن إهداء بعض الهدايا التذكارية. لأول مرة منذ 3 سنوات يصل وفد سياحي صيني لمطار القاهرة الدولي بعد انتهاء جائحة كورونا ورفع إجراءات حظر السفر في العالم عليهم، لتكون مصر أولى دول العالم التي تستقبل وفودهم على أرض السلام. الاستقبال جاء في أجواء احتفالية نظمها المطار عبر إهداء الوفد هدايا تذكارية تعبر وتؤكد قوة العلاقات الثنائية بين مصر والصين. احنا بالنسبه للسياحه الصينيه احنا اجتمعنا من حوالي اسبوع مع معالي السفير سفير الصين في مصر، واتناقشنا في وجهه نظرنا في زياده الرحلات للصين. والحقيقه هو كان عنده رغبه شديده جدا ان هي على اعداد الرحلات للصين انها تزيد، فقدمنا طلباتنا وهو ساعدنا الحقيقه، ووعدنا ان احنا الاعتمادات دي هتبقى في اقرب وقت اللي هي في آخرها إن شاء الله، إن احنا هيكون عندنا حوالي 7 رحلات لجوانزو في الأسبوع، 3 رحلات لهانزو، بكين اللي هي كانت واقفة خالص، فإن شاء الله تبقى 3 رحلات. السوق الصيني الحقيقة بيتميز بأنه في أكتر من 1.4 مليار نسمة، لو جبنا منهم 10% فده نقدر نكون وصلنا للتارجت اللي احنا حاطينه لنفسنا إن شاء الله. الحقيقة النهاردة في لقائي مع سيادة السفير اتفقنا على نقاط عريضة هامة جدا جدا، كيفية استقطاب السائح الصيني اللي يقدر الخدمات اللي احنا بنقدمها. مصر والصين الحقيقة عندهم التاريخ عريق، تاريخ وحضارة كبيرة، وبالتالي السائح الصيني بيتميز بأنه بيقدر هذه الحضارة وهذا التاريخ. 来到了埃及，那么我想强调的是，首先是我们中埃。 اليوم هو اليوم محتفل به لأنه بعد 3 أعوام من الجائحة قد شهدت التحسن للإجراءات الصينية لمكافحة الجائحة، واليوم قد جاءت لمصر أول الفوج السياحي، وحيث يعتبر بأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر تطورا عميقا، وتعتبر الصين ومصر الصديقان حميمين، وقد شهدت الإجراءات لمكافحة الجائحة يدا بيد على مدار 3 سنوات. فقرات فنية واحتفالية مختلفة لاستقبال 25 سائحا صينيا ضمن هذا الوفد، والذين عبروا عن سعادتهم بهذا الاستقبال واستعدادهم لبدء البرنامج السياحي المعد لهم للاستمتاع بزيارة الأماكن السياحية الخلابة التي تتمتع بها مصر باعتبارها الوجهة السياحية الأهم في العالم. احنا النهاردة كان معنا حدث مهم، ان من اوائل الدول اللي قررت الصين تفتح عليهم السياحة الصينية او تجذب لهم السياحة الصينية هو السوق المصري من ضمن 20 دولة فقط. احنا بنتكلم عن تقريبا اول او تاني فوق سياحي يخرج من الصين لدول العالم. ما سافرش غير مرتين فقط بس، تمام، لدولة افريقية، فدي اول مرة يجي فيها مصر. هو مدرس انجليش، فبالنسبه له بيعلم دايما الطلبه بتوعه ان هم ازاي بالنسبه لمصر، لانها دوله ذات عراقه، واحده من الحضارات الاربعه الكبرى في العالميه. ان هو جاي هنا يشوف دوله حضارتها عدت 7000 سنه، عايز يشوف الاهرامات اللي بالنسبه له هي بقى لها 5000 سنه، عايز يشوف التاريخ المصري، عايز يتعرف اكتر على الحضاره المصريه بتاعتنا، وطبعا منبهر بالاستقبال. استقبال أول وفد سياحي صيني يأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر، والذي أكد زيادة عدد السياح الصينيين واستئناف الرحلات ليتجاوز مستوى ما قبل كورونا، مع تأكيد مصر على توفير كل سبل الراحة لهم وتأمينهم استمرارا للشراكة المتميزة بين البلدين. محمود جميل، التلفزيون المصري.